السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لو بعد ما ركبنا الموتور كل شيء لقينا فيها شويه خضه في الرانتي في اول ما تخدم. ركبنا لها نتاعه هو القديم، جربنا بها نفس الشيء، ولينا نظفنا نتاع الموتور نتاعنا اللي هو ركبناه، نظفناها وكل شيء وحطيناها وجربنا تو هي يعني باش نديمار ونشوفوا شنو احوالها. بعد ما نركبوا المحرك يعني نجربوه ونخدموه، نحاول نفسخوا كل الأخطاء القديمة اللي كانت موجودة. نحطوا الأوبيدي اللي هي هنا تحت الأزرار متاع المكيف عند الطفاية، هذه هي أوبيل كورسا سي، ونعملوا لها ديجنوستيك اللي هو سكانير أو فحص. ننزل عليها يمشي يفحص، هنا نعملوا ايفاسي ممار يعني نفسخوا كل الاخطاء اللي احنا يمكن احنا الفيشات نحيناهم خلال كل نفسخوه. نقول ايفاسي، يقول لي ايفاسيمون سي، ما عادش فيها حتى خطا. كانت هذه تشعل في الاول، تو باش نشغلوا السياره ونشوفوا يا ترى تقعد تشعل ولا، لان هي نتاع الديجنوستيك نتاع يعني كون في مشكله في المحرك هذه. تو كي نحطوا أول ما نحطوا كونتاكت لازمها تشعل وبعد تطفى، إذا كان قاعد تشعل فما إشكالية إلا ما نشغل المحرك ونشوف. تو باش نخدموا السيارة ونشوفوا تطفى هذيك ولا.
مواصفات معناتها ما عادش في عنده حتى مشاكل. ما عادش عنده حتى اشكاليات وكل شيء طفى. معناتها الامور كلها متاع المحرك منظمه بحول الله. ها بدنا نحطوا كونتاكت. ها نخدموا نشوفوها كي تشعل. هنا. أول ما نخدموا المحرك لازمها تطفى. طفات معناتها الأمور كلها منظمة ولا بأس. المحرك يخدم صافي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.